المؤتمر العالمي الأول للاستدامة، التطوير والابتكار 2021، وفي إطار المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والهدف الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني، وهو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأصعدة، تم تنظيم هذا المؤتمر العالمي الأول لتسليط الأضواء على الاستدامة واستضافة كوكبة فريدة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات العالمية والمنظمات الدولية. هذه إضافة مهمة جداً للوطن من خلال البحث في هذا المجال، مجال الاستدامة، البحث والابتكار، أنه سيعود أيضاً على جميع المجالات، المجالات الصناعية ومجالات العمارة، ومثل ما شفت اليوم في إعادة التدوير الحقيقة كان العمل شفناه من الطلاب والطالبات شيء عمل يعني حقيقة يعني نفخر فيه جميعاً. It's important for us to talk about the sustainability of the infrastructure systems that we need to build for the century. And by bringing people together here at PSU, the conversation is going to start and hopefully continue to change the way we think, the paradigm about infrastructure. The process has got to be one where we come in and look at how those projects are designed, what the projects should be, and that's going to really start really all the way back into the policy level where we're deciding what infrastructure needs to be, what it needs to achieve, and then planning it in a way that makes it sustainable, addresses issues of climate change, limited resources, community expectations, supporting the diversity of the environment and the individuals that are served by that infrastructure. توقيت المؤتمر مع وجود المشاريع الكبرى اللي يشرف عليها صندوق الاستثمارات والمشاريع الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030 جاء في وقته، لأن الاستدامة عنصر أساسي ورئيسي في كل المشاريع. الأوراق البحثية هذه فعلا كمثلا في مشروع البحر الأحمر ومشروع عمالة، الأوراق البحثية هذه والأفكار الجديدة اللي قد تكون أفكار جريئة هي اللي ممكن من ضمنها تجد الحلول للتحديات القائمة. الحلول هذه اللي تكون مبنية على تقنيات عالية، الحلول اللي تكون مبنية تكون cost effective، والحلول اللي يكون ممكن أنك أنت تطبقها وتسوي لها بايلوت على في الميدان مباشرة. فنعم، الأوراق البحثية هذه السابقة والأوراق البحثية أيضا في المؤتمر هذا أكيد حتكون سلة ممكن ينهل منها سواء الخبراء اللي يبغوا يطوروا في التقنيات هذه أو الممارسين اللي يبغوا يجربوا أو يختبروا هذه الفعالية وإمكانية تطبيق هذه الأبحاث وهذه التقنيات. احنا حقيقة فخورين في استضافة الجامعة، هذه الجامعة المميزة، لمثل هذا الحدث الكبير والمهم. الاقتصاد الدائري حقيقة هو شيء يعني يعتبر جديد على المملكة، ولكن برؤية سمو سيدي ولي العهد إن شاء الله انطلاقة كبيرة، حيث بدأت حقيقة اليوم قدمنا عرض نعرض فيه اللي هو طموحات الرؤية، اللي هو التحول من المرادم أو عن المرادم بنسبة 94% في العام 2035. اليوم فقط 5% هي اللي تحول عن المرادم، والمطلوب مننا كلنا جميعا إن شاء الله التكاتف بما فيهم الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية مثل جامعتنا المميزة الأمير سلطان، وكذلك القطاع الخاص، كلهم يعملوا مع بعض لمواكبة هذه الطموحات، جميع هذه البحوث، لأن زي ما قلت هو اقتصاد الحقيقة ناشئ عندنا، والاقتصاد الدائري إذا فعل بالطريقة الصحيحة يحتاج له الجهة الأكاديمية والأوراق العملية والعلمية اللي تصب كلها في تمكين هذه البحوث
والأهم أنها تطويرها على أرض الواقع. اليوم استمعنا عن مثلا إنتاج الهيدروجين، استمعنا عن إنتاج الطاقة من النفايات، استمعنا على يعني أخذ النفايات كلها وتحويلها، مثلا هذا قسم من التحويل، تحوله بالجهة الميكانيكية على البلاستيك. في أمور أخرى تحوله إلى اللي نسميها paralysis oil أو نسميها بايو غاس، اللي هو كلها وقود، ممكن يكون وقود حيوي تستخدمه حتى بالطائرات لتقليل الانبعاثات وتكثير أو تعظيم السيركولر إيكونومي اللي هو الاقتصاد الدائري بإذن الله. Started in a relationship with Prince Sultan University more or less as soon as I arrived, just by chance, with the Center for Local Governance at that time, and then worked with PSU in 2020 on a socioeconomic analysis of COVID. So when they invited me to this conference, I absolutely had to say yes. These are friends here at PSU, and the conference is going extremely well because it's looking at issues that are, of course, of direct relevance to all of us, but particularly UNDP as a kind of champion for sustainable development goals here in Saudi Arabia. صرت كثيرا مما رأيته اليوم في مؤتمر الاستدامة في جامعة الأمير سلطان، كانت كلمتي وتركيزها عن دور السياسات في دعم الاقتراع والتقنية لتحقيق الاستدامة. احنا نعرف ان عندنا طموح كبير فيما يتعلق بالاستدامة، وعليه من المهم لصاحب القرار ان يكون عنده القابلية والأبحاث اللازمة لتحقيق واختيار السياسات المناسبة لتحقيق والموازنة بين التنمية المستدامة والاستدامة البيئية فيما يتعلق، وخاصة رأينا هذا فيما أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السنة الماضية في مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي أعلن عنها طموح المملكة لتحقيق الحياد الصفري في عام 2060، وأيضاً أعلن عن عدد كثير من المبادرات من خلالها، منها توليد 50% من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، وغيرها من المبادرات التي تضمن التنوع الاقتصادي وتساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والتغير المناخي.